السلام عليكم طلاب. الجزء الثاني من المحاضرة الخامسة راح نحكي على السوبر هيترودين ريسيفر. سوبر هيترودين ريسيفر هو كوميرشال راديو كوميونيكيشن سيستم يحتوي على الترانسميشن ويؤدي بعض الفانكشن المهام اللي هي كالتالي. أول شيء كارير فريكونسي تيونينج. كارير فريكونسي تيونينج يعني يضبط لي التردد مال من مال الكارير. بسلكت ديزاير سيجنال على مود نختار الإشارة المطلوبة. أيضا يسوي لي فلترنج. فلترنج على مود يعزل لي separate the desired signal from other unwanted signal. ليش؟ لأن الباند أوف فريكونسيز أكو هواي ترددات، أكو هواي إشارات، فنحتاج الفلترنج حتى نصفي ونعزل الإشارة المطلوبة من الإشارة غير المطلوبة. Amplifying أيضا Amplifying تكبير يكبر لي على مود يسوي لي compensate for loss of signal، لأن إشارة أثناء الانتقال شو يصير بيها؟ يصير بيها degradation، فعلى مود نتخلص من هذا degradation اللي صار بالإشارة، تضعف الإشارة، نحتاج amplifier على مود نكبر الإشارة. Super heterodyne receiver or super head is designed to facilitate the development of these functions. It overcomes the difficulty of having a building, having to build a tunable, highly selective or variable filter. Then هو يتجاوز المشكلة مال من مال تيونابل هايلي سيلكتيف اور فيريبل فلتر، انه عندي فلتر تيونينج هايلي وايضا هو سيلكتيف وفيريبل، فيكون متغير التردد. بدلا عن فيكس فلتر از ابلاي اون اي اف سيلكشن. الاي اف سيلكشن يستخدم فلتر ثابت، لكن السوبر هيترودين لا، عنده فلتر شنو متغير تيونابل سيلكتيف وايضا فيريبل فلتر، وهذا واضح بالشكل اللي امامكم اللي هو التيونينج اللي صاير بين الار اف سيكشن واللوكال اوسيليتر. هذا الكومن تيونينج هو يسيطر لي على التردد. مواصفات السوبر هيترودين ريسيفر، عندنا الـ RF carrier range، الرينج مال الترددات مال الكارير من 0.535 إلى 1.605 ميجا هرتز، هذا علما للـ AM راديو، وعندنا من 88 إلى 108 ميجا هرتز، هذا للـ FM راديو. الـ mid band frequency of IF section عندنا بالنسبة لـ AM راديو هي 0.455 ميجا هرتز، لكن فور FM راديو عندنا 10.7 ميجا هرتز، وعندنا الـ IF band width 10 كيلو هرتز فور AM راديو و 200 كيلو هرتز فور FM راديو. عندنا الإيمج إنترفيرنس. شنو نقصد بها بالإيمج إنترفيرنس؟ الإيمج هنا ليس صورة وإنما نسخة من الإشارة الأصلية، نسميها إيمج إنترفيرنس. تظهر لي في تردد عالي، تتداخل ويا من ويا الإشارة مالتي. عندنا هاي المشكلة هي إيمج إنترفيرنس. Fix IF and local oscillator frequency at the receiver end. What is the frequency RF that will survive ينجح at the IF section output. الانسر عندي الـ RF reference frequency لازم يساوي لي F of local oscillator plus or minus F of IF frequency. Example, suppose the receiver used 1.105 megahertz local oscillator, هذا الـ F local oscillator, and receive two RF signal. يستلم ترددين من الـ RF signal respectively.
اللي هي سنتر ات 0.65 ميجا هرتز اند 1.56 ميجا هرتز. بنمثلها بالفريكوانسي دومين عندي الاي اف 0.455 ميجا هرتز وعندي ال RF frequency two frequencies اللي 0.65 و 1.56 megahertz واللوكال اوسيليتر الثانية هو 1.105. عند الإيمج إنترفيرنس then the output of the IF section we respectively obtain IF فريكونسي شي يساوي لي تردد مال لوكال اوسيليتر ناقص الار اف. زين فاذا حسبنا بالنسبه لاول واحد لوكال اوسيليتر ناقص ار اف، لوكال اوسيليتر هو 1.105 ناقص الاي اف الار اف اللي هو 0.65 راح يطلع لي 0.455 بينما الايمج مالتي عندي اللوكال اوسيليتر ناقص الار اف الثاني زائد الار اف الثاني راح يطلع لي 1.755 اللي هو 1.105 زائد 0.65. الايمج انترفيرنس عندي الاف انترفيرنس ناقص اللوكال اوسيليتر شلون راح نحسبها؟ ناخذ هذه تردد مال الانترفيرنس ناقص اللوكال اوسيليتر 1.755 ناقص 1.105 شو حيطلع لي؟ حيطلع لي 0.65 راح يصير نفس الفريكوانسي مال الار اف. راح تجيني الايمج انترفيرنس واضحه بالشكل الايمج هذه المظلله على جهه اليمين راح تجي وين تقعد؟ راح تقعد على الار اف اللي هو 0.65 راح تتداخل ويا الاشاره الاصليه راح يسوي لي نويز او ديستورشن على الاشاره الاريده. The care of image interference is to employ a highly selective stage in RF succession in order to favor the desired signal at RF and discriminate the undesired signal اللي هي at frequency of RF زائد 2IF أو RF ناقص 2IF. نتخلص من هذه 2 image عن طريق استخدام سوبر هيترودين ريسيفر. من هنا تنتهي المحاضرة، شكرا جزيلا.